بعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول ممرضات يسخرن ويرعبن مسنين في مستشفى المقاصد في لبنان، ظهرت إحدى الممرضات بفيديو وهي تقدم توضيحاً واعتذاراً حول الواقعة بعد أن اتخذ المستشفى كافة الإجراءات بحقهن وصرفهن من العمل. لنستمع. أنا بعتذر عن اللي صدر مني. المريضة بتكون قرابتي، بس هذا الفيديو تصور من 9 أشهر، 29 أيار 2023. وبالنسبة للفيديو الأول يلي على الدرج، هيدي بتكون زميلتي السابقة زينب، كانت نازلة على الدكانة لتشتري. في ممرضة عملت عملة كتير كبيرة بالمستشفى وكل الموظفين بيعرفوها، الله يستر على الجميع. ولما نحن شهدنا ضدها وقشطوها إجازتها وطردوها من نقابة الممرضين، قررت تنتقم وتنزل الفيديو.